الحقيقه يعني الفرحه العارمه موصوله من امبارح للنهارده، يعني كميه التهاني، كميه البوستات، كميه كميه الزغاريت اللي على وسائل التواصل الاجتماعي شيء يعني. الحقيقه حتى دلوقتي انا وكريم في الفاصل بنحب دايما تشوف الناس بعت لنا ايه. التواصل مهم جدا مع حضراتكم، دي اهم حاجه دايما بنركز عليها من اول يوم في البرنامج. الناس كلها بعت لنا بيقولوا لنا يعني على النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها، ان احنا فعلا صاحيين النهارده مبسوطين، قد ايه بيفرق معانا كمان يعني ان النادي بتاعنا يبقى بيحقق بطولات ويبقى ناجح، ده بيفرق على نفسيتنا، احنا بنبتدي اليوم كده مبسوط. فالناس كلها بعتت بتاكد هذا الكلام، فانا سعيده جدا واكيد كلنا كجمهور سعداء، ويا رب دايما ان شاء الله نبقى سعداء كده وفخورين دايما بالنادي بتاعنا على الحلوه زي ما بنقول برده وعلى المره. الحقيقه دايما النادي الاهلي يعني وعبر تاريخه مفيش مره خزل محبيه وعشاقه، مفيش مره حسس ولو متابع واحد لمبارياته او مشجع واحد لفرقته ان ثقتهم فيه في غير محلها ولا مره. صحيح، والعكس صحيح، وحتى برده الجمهور بتاع النادي الاهلي يعني عمره ما استغنى او حتى يعني عارف كده حسس اللعيبه بتوعه ان هم ايه يعني مش قد الثقه، لا دايما معلش على الحلوه وعلى المره زي ما بنقول، ماتشات بتعدي ولكن في الاول وفي الاخر النادي تاني بيجي يعوض، اللعيبه بتوعنا بيعوضوا اي حاجه بتحصل، اي خساره بتحصل في اي يعني ماتش، لا لكن دايما البطوله في الاخر بتبقى لينا، فدي حاجه اكيد كلنا سعداء بيها. بالتوفيق ان شاء الله دايما للنادي الاهلي.